السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن عرب من قناة سباك محترف. الموضوع خطير جدا يا جماعة النهاردة، وهو موضوع الكينت أو الفيزا كارت أو الكارت البنك. المشكلة إيه؟ إنه كان في جماعة في لندن فبيسحبوا فلوس من الصراف الآلي في البنك الوطني، فاكتشفوا خدعة بيعملوها الحرامية النصابين، بيحطوا ورقة وعليها لزقة من الداخل في فتحة النقود. طبعا حضرتك بتيجي تعمل عملية سحب عادية، شايفين يا فندم ده ورقة طلعها الأخ ومعاها الفلوس بتاعتك، تمام شايفين حضرتك، طبعا واضحة للجميع يعني بيسحب نقود، فلقى الورقة محطوطة ومسكرة مقفولة عليها الماكينة، وكأنها يعني من نفس الماكينة، ولكن هو الحرامية أو اللصوص اللي عاملينها. فكله ياخد باله يا جماعة من الحركة ديت، بيعملوها كتير في جميع العالم، كله ياخد باله من الحركات ديت، ما تسحبش فلوس قبل ما تشيك ان الماكينة فعلا مفتوحة من الناحيتين من الجهتين وتمام ومفيش اي مشكلة، فتحط الكارت بتاعك وتسحب النقود مفيش اي مشكلة ان شاء الله. اما كده الرجاء اخذ الحيطة والحذر يا جماعة من كل ماكينة صراف آلي موجودة في اي مكان في العالم، كل الناس تاخد بالها وتحرص على فلوسها علشان السرقة. شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.